عالمنا اللي مثل مسلسل الشيخ محمد بن شعراوي رحمه الله تعالى عليه، الفنان العظيم القدير حسن يوسف. انت جاي منين؟ جاي منين؟ انا جاي من طنطا النهارده. جاي من طنطا مخصوص عشان انت عازف القاهره. انا جاي النهارده عشان ده فنان بعشقه وبموت فيه، في حسن يوسف. انا من عشاق، انا الانسان الوحيد في العالم اللي طبق الشريعه الاسلاميه وضع الدنيا تنتهي تحت الارض، كان حرام يعني، كنت مؤمن بحرام. كنت اشهر لص يعني في طنطا؟ اه اشهر لص في طنطا ومصر، بس تبت وتبقى نصوح لله عز وجل، وجاي النهارده اعزف فيه لانه هو انسان عظيم وفنان رائع، فنان يستحق التقدير، يستحق الشوارع دي كده باسمه، المدارس دي باسمه، المدارس دي باسمه، ويستحق التكريم في وجوده وفي رحيله من عالمنا هذا. احنا كنا في مناسبات مختلفه، يعني مناسبات مختلفة، عزا الفنان القدير حسن يوسف، مش العزا الأول وفنان أحمد رفعت، الكابتن أحمد رفعت الله يرحمه، كنت أعزف الكابتن أحمد رفعت عشان أنا كنت عايز حقه. بس أنت تبت ليه؟ ها؟ تبت ليه؟ أنا تبت عشان كنت حرام، كنت مرضى في المجتمع عشان أتوب بربنا وأرجع ربنا عشان الماشي الوحش أخدهم يسيبني الأمور. تبت من كام سنة كده؟ قلت تبت من 11 سنة. بعد قد إيه؟ بعد قد إيه؟ بعد قد إيه؟ 2011. ايه العلاقه اللي تربطك بالفنان الله يرحمه؟ انا الفنان كنت بتفرج على مسلسل الشيخ محمد بن شعراوي، المسلسل ده من جمهوره يعني؟ لا من جمهوره، وانا من عشاقه، عشاقه جدا. وبنزل مصر بقابلهم في مسرح قومي، في مسرح الطليعه، بروح مسرح السلام بقابلهم، وبروح لضد الاعلامي بقابلهم، وبقابلهم كل حاجه. وانا من عشاقه والله. مفيش موقف ربطك مع الفنان؟ اه مفيش موقف ربطك عن الفنان؟ لا يعني في مواقف ربطتني مع الفنان سمير غانم الله يرحمه. قول ممكن الموقف ده مع ده لاعب عزيز. ايوه سمير غانم كنت بروح له مسرحيه رامز سوليا، والله يرحمه الفنان سمير غانم، وبرده حسن يوسف برده، وبعض الفنانين، ومثلت في فيلم حسن مرقص بتاع عادل امام وعمر الشريف. انت مثلت فيه؟ اه بس كنت كمبارد. انا كنت بيد واحده، سرقت اربع شواكت من بيد واحده. يا راجل. وطلعت بنادي اعلامي وجبت بعد كده. ايه الشيء اللي خلاك اثر فيك وخلاك تهت؟ السبب في ايدك؟ اعرف الموقف اللي سبب. كنت حرام وكنت موجود في المجتمع، قطعت ايدي عشان تبقى مفتوحه. انت قطعت ايدك؟ اه قطعتهم تحت القطع. انت اللي قطعتهم؟ انا قطعتهم تحت القطع، استاذ عارف كل حد. بقول لك ايه الموقف اللي خلاك تحولت من حرام لتائب؟ انا كنت سارق رفات وموبايلات بسرق دهب بسرق كل حاجه. الموقف اللي خلاك تتوب كده؟ و25 سنه بس مش عارف اتوب عشان اتوب وارجع ربنا، عاقبت نفسي اقوى حكام وانا عايش على امر ربنا. ايه اخر موقف اللي هو خلاك اخر موقف كنت سارق 20,000 جنيه. تمام. تعرف الموقف اللي سبب حرام وكنت موجود في المجتمع، قطعت ايدي عشان تبقى مفتوحه. انت قطعت ايدك؟ اه قطعتهم تحت القطع. انت اللي قطعتهم؟ انا قطعتهم تحت القطع، استاذ عارف كل حد. بقول لك ايه الموقف اللي خلاك تحولت من حرام لتائب؟ انا كنت سارق رفات وموبايلات بسرق دهب بسرق كل حاجه. الموقف اللي خلاك تتوب كده؟ و25 سنه بسرق مش عارف اتوب عشان اتوب وارجع ربنا، عاقبت نفسي اقوى حكام وانا عايش على امر ربنا. ايه اخر موقف اللي هو خلاك اخر موقف كنت سارق 20,000 جنيه. تمام. Come on.